المباركة في هذه اللحظات. التسلل الجميل والملحوظ تبارك الله. هناك الدخول المميز من سرابة خالد بن حميد بن حارب المهيري، من ينطلق مع سرابة على المركز الأول، انتقل مباشرة مع ثالث المراكز في هذه اللحظات. وصلت ملامح، هناك وصلت ملامح محمد بن حمد بن رضا العامري، من ينطلق هنا في ملامح هذا الشوط المركز الرابع. رابع المراكز الدخول المميز في هذه اللحظات من الشرقية، وصلت الشرقية وسالم بن علي بن هديب المسعودي، هناك من يتواجد في هذه اللحظات. المركز الخامس وخامس المراكز الدخول المميز، الدخول الملحوظ هناك مشهورة، لاحق بن سيف بن لاحق بن محمد الهاجري، من يتواجد هناك مع مشهورة تبغي الشهرة والنصر والمركز الأول. انتقل مباشرة مع المركز السادس في هذه اللحظات. سادس المراكز هناك أفا مسلم بن رملي بن محمد العامري، والدخول الدخول من ملوح سالم الدقاش بن محمد العامري، من ينطلق مع ملوح هناك في هذا الشوط. انتقل مباشرة مع المركز السابع والسابع المراكز، هناك أيضا عبد الله بن مصبح بن عبد الله العامري، من يتواصل على سابع المراكز. وصل شعار بن نصر هناك باحثا عن الناموس والمركز الأول، بينما المركز التاسع تاسع المراكز هناك الدخول من نوف محمد بن معتوق بن شامس العامري، هناك من يتدخل في هذه اللحظات والتميز هناك من عاشر المراكز هناك الدوحة خليل بن ناصر بن منصور الخليل الشهواني، من يتواجد هناك على 10 المراكز. غادم هناك من ميدان الشحانية، أعود مع الصدارة، أعود مع المقدمة والمركز الأول مع التحديات الجميلة والمميزة. هناك الشرقية من تتواصل مع المقدمة والمركز الأول لكي تهدي الناموس لهالي الشرقية. هناك سالم بن علي بن هديب المسعودي، من يتواصل مع الشرقية، يتواصل مع المقدمة والمركز الأول. المركز الثاني الشاهنية، وصل شعار عبيد بن محسن بن راشد المري، وثالث المراكز هناك التواصل الكبير من ثالث المراكز أفا، هناك تتواصل على المركز الثالث مسلم بن رملي بن محمد العامري، هناك المركز الرابع ورابع المراكز، والدخول من ملامح محمد بن حمد بن رضا العامري هناك، ولكن التسلل الجميل من ملوح سالم بن دقاش بن محمد العامري. ادغشي بن دقاش هنا في هذا الشوط الجميل، ولكن هناك شعار آخر قادم هناك على المركز الخامس من مستحيلة، هناك مستحيلة، بينما ولكن حامل رقم 68 هناك تتسلل من مركز تلو. هناك إعلان راشد بن سالم بن عامر العمري، هناك من يتواجد مع إعلان على المركز السادس، ولكن هناك الدخول المميز من ملوح سالم بن دقاش بن محمد العامري. وهناك الله الشعارات الجميلة، الشعارات المميزة المنطلقة من فرحة سعيد من منانة، هناك بن غدير من ينطلق مع فزعة وفزعة هذا الشوط، بينما التحدي الجميل التحدي المميز من رهف سعيد بن سالم العامري يتواجد وينطلق هنا في تحديات هذا الشوط الجميل. أرى شعار بن دربش هناك، والتحديات الجميلة والمميزة بن هوايل هناك، حمد بن سالم بن علي بن جهويل، من يتواجد وينطلق. أعود مع سكان المقدمة والصدارة، خط النهاية بين هناك، المنحنى الأخير، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ما إن شاء الله. هناك الجماعة قادمين بكل قوة. هناك الشاهينية مع الصدارة مع المقدم عبيد بن محسن بن راشد، هناك من يتواصل مع الصدارة. الله تواصل الكبار هنا، تواصل العمالقة الشاهينية، عبيد بن محسن بن راشد المري، من يقدم السلال الشاهينية مع الكيل الأخير. المركز الثاني الشرقية من تتواصل سالم بن علي بن هديب المسعودي. المركز الثالث وثالث المراكز الشاهينية سعيد بن الهزيمي بن صغير العويسي، هناك أهالي السلطنة حاضرين على ثالث المراكز. المركز الرابع رابع المراكز هناك الشاهينية سالم بن سعيد بن منانة، من يتواجد هناك، ولكن
سعيد بن سالم بن دربش هناك من يتواجد في هذه اللحظات. اعود مع الصدارة هناك مع الامتار الاخيرة، مع الامتار الاخيرة، جولة الاوامر، جولة الاوامر هناك. الشاهينية وملوح، الشاهينية وملوح، عبيد بن محسن بن راشد المري، ولكن ملوح، ملوح هناك سالم بن دغاش محمد العامري، ولكن الدخول، شوفوا دخول الشاهينية، شعار الحزيمي هناك، شعار العويسي على المركز الثالث، يتسلل على الصدارة مع المقدمة مع المركز الاول في هذه اللحظات. سعيد بن حسين بن صغير العويسي هناك ينطلق مع السلالة الشاهينية، ينطلق مع هذه الذلول العملاقة، ولكن الله الله وصل المري هناك، وصل المري هناك. سلام يا السلطنة هنا في هذا الصباح الجميل، وخاصة جعلان بن ابو حسن هنا، هنا اعزائي المشاهدين، او جعلان بن ابو علي هنا على فوز الشاهينية في هذا الصباح الجميل والمميز. لحظات الوصول والعبور الى خط النهاية هنا، تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني كان من نصيب هناك الشاهينية سالم بن سعيد بن منانة من يتواجد على المركز الثاني. ثالث المراكز هناك الشاهينية عبيد بن محسن بن راشد المري، المركز الرابع، رابع المراكز هناك هوايل من تاتي حمد بن سالم بن علي بن جهويل، المركز الخامس وخامس المراكز الرابع مبارك بن سعيد بن مبارك الخيل يتواجد وينطلع على المركز الخامس. التوقيت 7:41 جزءا يتيما من الثانية. توقيت هناك الشاهينية سعيد بن حسين بن سعيد العويسي المركز الثاني. لحظات الوصول والعبور للمركز الثاني 7:42 6 اجزاء من الثانية. هناك الشاهينية سالم بن سعيد بن منانة من يتواجد على المركز الثاني. المركز الثالث 7:42 8 اجزاء من الثانية. عبيدة بن محسن مع الشاهينية من يتواجد على المركز